يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتنا المشاهدين الأكارم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أنطل عليكم اليوم من أولى حلقات برنامج المهلهل على قناة الأيام. إن شاء الله هذا البرنامج راح يطلع وجوه شعرية جديدة للساحة الشعرية العراقية، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب المهمة شعرياً. وأولى حلقاتنا مع شاعر جنوبي أسمر مملوح، حقيقةً لمع نجمة بسبب قصيدته الجميلة وبسبب وجوده وتواجده أيضاً في الساحة الشعرية، اللي احنا غالبا ما نقول هذا الشاعر يتميز لانه ما يشبه اقرانه. فخلونا نرحب وياكم بالحبيب المبدع علي بن واس. حبيب ابو الاكبر، نسيت العافيه عليك وعلى المشاهدين الكرام، حياك الله. وان شاء الله اليوم نطلع بحلقه تليق بالشعر، وان شاء الله بدايه موفقه وانت تستاهل كل الخير. الله يعزك. الله يحفظك. انت طيب وشاعر مبدع، وهذا يعني حقيقة قليل بحقك. الله يسلمك أبو الأكبر. ميسان الحبيبة تستاهل هيج ناس وهيج فرسان يمثلون. الله يحفظك أبو الأكبر. بالله الكريم. الله يسلمك. سولف لي ميسان شلونها؟ بخير ونعمة. مشتاقت لك. الله يعزك. الله يحفظك أبو الأكبر. السيدة الوالدة والسيد الوالد. هاي الروح الطيبة اللي لقيناها عند أهلنا بالعمارة، اللي يعني حقيقة انهم شفت والدتك والكثير من الاصدقاء، يعني حقيقة توصل السلام وسلام حار. الله يحفظك. من خلال الشاشة ومن خلالك. الله يسلمك. الله يسلمك. امرك ويسلم عليك. الله يسلمك. الله يحفظك. ابو حسون، سولف لي اليوم شلون يعني عجلة الشعر جاي تمشي؟ الحمد لله، اكيد بتطور، يعني بسرعة ما بتطور. يعني هواي الشعر جاي يمشي بخطوة نحو الامام. اكيد. زين، بنسبة يعني من 10 ايش قد نسبة الإساءة بالقصيدة؟ اكو لو ماكو؟ لا اكيد اكو، كل مجال بالحياة موجود اكو اشياء سلبية واكو اشياء ايجابية، بس قصدي انه ان شاء الله الايجابية اكثر. لا اكيد. ها، والدليل هو عندنا اسماء صارت اسماء عربية. يعني قصدك طلعت قصيدتهم خارج الحدود؟ صارت خارج الحدود وصلت. جميل جميل. ابو حسين، برايك وين السبب صارت القصيدة وسط الخارج؟ من أغلبية الكتابات صارت باللغة البيضاء، فباللغة البيضاء توصل الناس عامة. السوشيال ميديا لها دور كبير. لها دور كبير. جميل جميل. أكو أسئلة أنا بيني وبينك أحب أسألهم. أنت إنسان انعزالي؟ طبعا أكيد، كلش انعزالي. صدق والله؟ إي بالله. هذه الصفة محبذة عندك، تحبها لو ما تحبها؟ لا أحبها أنا بالنسبة لي، بس أشوف مرات أكو ناس شوي تتجنب منك، لأن شوفك انعزالي ياخذون بالهم غير اشياء. يعني هذا انسان متكبر بحكم شاعر. تكسر هذا الانعزال لو انت رايده؟ لا لا، انا احبه. انت رايده؟ هي. يعني ما له علاقه انه الناس شنو تقول؟ لا لا لا، انا احب هاي الطبيعه. زين ابو حسين، اكثر الاشياء اللي تخليك تبتسم؟ الذكريات. الذكريات؟ اكيد. زين، واكثر الاشياء اللي تخليك تدمع وتبكي؟ هم الذكريات. الله. يومية جمبت السم. الله 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 الله. الذكريات هن نفسها تبتشيك وتخليك تبتسم. هي. يومية جمبت السم. وبدمعة تردني. الله لا يوفقك. ويومية قل لك بعد لحنا وسد عشرتك، ومن نسئل على البعد لي هسه سددني. الله. يومية جم ابتسم وبدمعة تردني. ويومية قل لك بعد لهنا وسد عشرتك، ومن نسئل على البعد لي هسه سددني. الله. خسران منك ولك لا تحكي وضغطني، مو انا قد ما صلف الميزان كثرة كنت على يعيرني. الله الله الله. مو انا يومية جم ابتسم. نعم. وبدمعة تردني.
ويومية قل لك بعد لهنا وسد عشرتك ومن انسئل على البعد لي هسس الدذني خسران منك ولك لا تحكي وتغثني مو أنا قد ما صلف الميزان كسرت شنت علاي عيرني حتى بداعي قبل ما حسست انه مهم ما حسست انه مهم تتلفت وتضحك وكنت انا من القلق مطلوب دم وقعد ينباب يتحرك الله 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 حتى بداع قبل ما حسست انه مهم تتلفت وتضحك نعم وكنت انا من القلق مطلوب دم وقعد ينباب يتحرك الله يسعده حق اعتماد علي تغلط شقد بالحكي واسكت وما جرحك جايب لي من السماء ورديتني للقفص من رحت من يمي الله ما تخجل انت ولك جايبني من القفص جايبني من السماء ورديتني للقفص من رحت من يمي ما تخجل انت ولك اسمك وشمت بدي والهسه تنسسني لا 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 الله مو زحمه تنسسني جايبني من السماء ورديتني للقفص من رحت من يمي ما تخجل انت ولك اسمك وشمت بدي والهسه تنسسني مو زحمه تنسسني قلت لي شغيرك قلت لك اتحملني اتحملني نار اكبر بوجهك لو تدلني احبك بزغرورك ذات حد وياي سلعه بوقك كل ما تطلع تضمني الله اهتمامك ثار قلت لي غيرك قلت لك اتحملني نار اكبر بوجهك لو تدلني الله احبك بزغرورك ذات حد وياي سلعه بوقك كل ما تطلع تضمني اهتمامك ثار شمس النار تصياد شلون تحطم بعينك من تريد تبعدني وطلع نجدك علي لعبة الغميضان حتى تفوز هل قاعد تدورني دومك عيني لو الثانية على الباب الله 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 وطلع نجدك علي لعبة الغميضان حتى تفوز هل قاعد تدورني دومك عيني لو الثانية على الباب جنطتناه بمستعجل تلمني خاب انت عربي اعرب وانا بحرب مصيوب اذا ما بيك حيل تشيلني تني الله خاب انت عربي وانا بحرب مصيوب نعم اذا ما بيك حيل تشيلني اقتلني تني بسلامتك الله الله يحفظك الله يا ابو حسين الله يسلمك يا عمرو فدوه طول الله 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 ها جديده القصيده ان شاء الله موفق في دول عمرك الله يحفظك موفق ان شاء الله الله يسلمك الله يعزك ابو حسين اليوم انت بالمقدمه ان شاء الله اكون بالمقدمه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في دول عمرك من الناس اللي يشرفون اذا تكون بالمقدمه الله يسلمك بالله الكريم شعريه جميله ولذيذه جدا الله يحفظك ويحفظك ابو حسين شنو تاثير البيئه على القصيده لها تأثير كبير يعني شوف هسانة مثلا يعني ثارا انتباه بيتين مثلا مطلوب دم وينباب يتحرك وقاعد ينباب يتحرك هذا البيت يعني ما يكتبه واحد لو عايش الحالة لو شايف الحالة صح البيئة لها تأثير كبير بقصائدك هسانة هو عدة أبيات يسيلون عليه المفروض واضحة كوبيات هواي واضحات بس يسيلونك علي الناس هاي شنو معناه لأن مثلا أبو بغداد هو عند مفردات عندنا بالجنوب ما يعرفون معناها شنو صح والعكس بالعكس والعكس صح نعم 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 الجو الشعري من ساسة أن عليه أنه
قلت لي جيد طبعا. جيد بعموم العراق ولا محافظة ميسان؟ لا لا بعموم العراق أكيد. بعموم العراق طبعا أكيد. اليوم إذا 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 ردنا نسوي مهرجان راح تحتار بالأسماء بسبب كثرتهم لو بسرعة تروح تقدر تحدد؟ لا هواي اسمها موجودة عندنا بالعراق. لو تحكي بالعمارة لا 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 عموم العراق. لا بعموم العراق هواي اسمها. يعني إذا المهرجان راح طبعًا. تحتار بمن طبعًا تختاره؟ طبعا أكيد. هواي ينجحون طبعا هواي نجح. هواي نجحوا المهرجان؟ هواي نجح المهرجان. زين اكو اسئله بالاعداد يعني من سوينا الاعداد عن حضرتك سئلونا واحد بدنا نساله يعني عرف لنا اربع اسماء اسماء شعراء مبدعين لهم وجود بالساحه الشعريه العراقيه اريد نسمع تعريفك عنهم عدي الكعبي عدي اسم شعر مهم وقامة من قامات ميسان صراحة كلش حبان يستاهل مصطفى العقابي مصطفى أخوي صاحبي وحبيبي وشاعر مهم يستاهل. مصطفى خي ها يعني توقع مصطفى يعني بالفترة المبتعد بها عن الشعر المبتعد بها أنت هي أنا مبتعد بها شتى عشر نهائيا اتوقع كان هو يجوز تعرف دوامه يروح شهرين وثلاثه يعني ينزل الدوام قبل لا يروح لاهله يجي يمر عليه يسلم عليه الله يروح ها الله يدوم على العلاقه يدوم على عمرك الله يحفظه ويستاهل ابو زهراء صف اخوي اخوي سيد غزوان الغالبي سيد غزوان حبيب قلبي سيد غزوان علم من اعلام ميسان شاعر مهم وصراحه نفتخر عندنا شاعر يستاهل السيد يستاهل رضا العبادي رضا اكو ناس ما يدرون انه انتم بيناتكم نسبه اي طبعا هو ماخذ اختك ولا انت ماخذ اختك لا هو ماخذ اختك هو ماخذ اختك بسبب هذا الموضوع صارت العلاقه لو لا بسبب لا اكيد لا رضا خي قبل كل شيء ها يعني بسبب قوتكم صار هذا الموضوع صار هذا الموضوع الله يديم قوتكم رضا يستاهل رضا رضا قبل الله ياكل برياتنا الدخان توعدنا وقريت عيونك تقول لي قبل لا ياكل برياتنا الدخان ايه قبيل توعدنا وقريت عيونك تقول لي شو تقول لي تريد وياك كون اليوجع يجيسك بخصر الشاب قمرات تنسيبك الله الغيرك عاشرتهم قبل لا ياكل برياتنا الدخان توعدنا وقريت عيونك تقول لي تريد وياك كون اليوجع يزيد بخصر الشاب قمرات تنسينا الغيرك عاشرتهم مثل سهم وقوس معاشرهم يريد تفيد ويفيدك الله رضا صاحبي ترحال الله 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 رضا اخوي يعني ما تطلع علاقتنا يعني متعدية هواي الله يوفقكم من قلب ولسان تدوى لأمرك تكبر رضا يسمي اشهد الله الله يحفظك بلك الله ال 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 قلت لي راح ابكي ان شاء الله دموعك غاليه في دول عمره تمر مرات على الانسان يبكي طبعا اكيد يعني الرجل غالبا ما طبعا إيه. لازم اكو مواقف تبكي زين اكو انسان قدامه تلغي موضوع الكبرياء والمكابر وهاي الامور وتتصرف على طبيعتك اللي يوجعك تقوله بداخلك فرح تقوله صح اكو اياك زين هذا الاكو واحد ولا مجموعه يعني من اصدقاء وبالاكبر مرات اكو شخص تشوف كل الناس فيه نشوفه تحس انت مستغني بعد عن الناس بس المشكله وين يعني المجتمع كله يختصر بشخص واحد ممكن تختصر بشخص واحد الله بس المشكله وين مرات اكو اشخاص تحس لابس قناع يعني ثاني يوم تحسه مو نفس الشخص اللي عرفته بالبدايه اللي عرفته
شروت لي لخذتك والمطر نازل البخيل بيوم ما يقدر يعامل. الله مجبور على مشترك. ايه شروت لي لخذتك. الله يا الله والله شد ولا امر. شروت لي لخذتك والمطر نازل البخيل بيوم ما يقدر يعامل. فطن بس ما درج غران وتوازيه سلعه بسوق يمها يدق رجل جاهل حجل من شن تحط للزاجل من يروح ردت اختبرك من الماس خشايل واقعد وارجع من امطارتك مغلوب لا كضيت حجل ولا من الزاجل. الله الله ولك قد ما شنت وياك متساهل من قالوا يذمك وين ما يرتاح ما ينقلت ما قلت لهم ايش قايل. الله وعيد هذا البيت ولك قد ما شنت وياك متساهل من قالوا يذمك وين ما يرتاح ما ينقلت ما قلت لهم ايش قايل. وانا حكي الشقة ما يعبر على الريج مو شان اللي عبر حكاية العايل. قلت لل ولا حكي الشقة ما يعبر على الريج مو شان اللي عبر حكاية العايل. قلت للخوف يسبق خطوة السطاي قلت لك يجمع المقتول والكاتل. الله الله قلت يمك نهر ليش الظما موازيك قلت لك شوك انا على الماي ما قايل. قلت لي شوف حدمن قلت لك قدارك. الله وحط بروح وخضار وياب سنار. الله وقلت لي شوف حدمن قلت لي شوف حدمن قلت لك قدارك. قلت لك قدارك وحط بروح وخضار وياب سنار. يلد قطر النشد وانا على راق الموت اكثر من علاج انشد على اخبارك. تغثنا ونرجع لحد بيتنا مدنقين ومن نسمع عليك احشائي نتعارك. من قتلنا وياك بكل شي نشارك بكل شي نشارك. قلت لك ما تطول صفنة تشتال كل ديرة وجه تتغير اعذارك. ازيحك مو بهين مو بهين مثل صيت العار تغير ديرة خاطري يلمس عارك. ازيحك مو بهين مثل صيت العار تغير ديرة خاطري يلمس عارك. وانا رحت ويا غيرك من كان اتغار من تنزا غترتك خلص ثارك من تنزا غترتك خلص ثارك. الله فدوا لامرك ولك موفق. الله يسلمك يا روحي ويشهد الله. شاعر مهم فدوا طولك. الله يحفظك. شاعر مهم. الله يسلمك ولك. الغرور مطلوب مرات مطلوب مطلوب طبعا وهواي ايش خاص مطلوب. التواضع دائما ايجابي لا مرات نوكل بسببه. ها اكيد يعني لانه تكون متواضع انه يصير سهل الصح. الدوس كل الصح. ابو حسين اريد بصراحه خلينا نتجرد انه احنا قدام كاميرا وحلقه خلينا نكون عفويين اكثر. اليوم مستمتع انا وياك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. شنو النصيحة اللي ممكن تنصحها لنفسك؟ ظل مثل ما أنت. ظل مثل ما يعني تراضى عن نفسك. أكيد. زين إذا أكو فد خطأ تمسح بحياتك حياتك الشعرية إحنا نسولف على علي بن نواس يعني ابتعادي أخذ منك هواي أخذ منه هواي
المفروض انا اليوم مو بهالمكان. يعني هسه اليوم اسمي وين تخلي اليوم علي بن واس؟ اكو 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 شاعر، واكو شاعر معروف، واكو شاعر مشهور، واكو نجم. هسه اذا صحت التقاسيم وين تخلي علي بن واس؟ يعني اسم حلو، اسم حلو لولا الابتعاد. ممكن مشهور، ممكن اسم معروف، ممكن شاعر معروف. زين انت راضي على نفسك انه انت اسم حلو؟ بالاكبر انا تفكيري يجوز يختلف على هواي شعرات. مثلا 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 اكو شاعر يقول لك انا المهم اصير نجم، شو ما كان كتبت شيء حلو مو حلو، المهم اصير نجم فتره سنه سنتين ثلاثه، المهم خلى اعيش النجومي هاي. انا بالي مو هيك، انا بالي بعد مثلا 20 سنه اكون اسمي موجود. اكو نعم اكتب للتاريخ. اكو سالفه قبل فتره نسولف انا والشاعر من كربلاء، يجوز ما يريد نذكر اسمه، قاعد نسولف في قريت انا ويا مهرجان بكربلاء هسه ب 22 تقريبا. فانا ويا قارين يمكن 2015 هيك مهرجان، بس كان مهرجان ذاك الوقت مهم. فقاعد نسولف خلص من المهرجان قاعد نسولف، ايش قال لي؟ قال لي علي الحلوه ب 2015 قرينا مهرجان حلو، مهرجان شعر مهم، و 2022 قاعد نقرا مهرجان شعر مهم. فهاي الفترة كم اسم راح اجا وراح. صح، ملاحظة جدا حلوة. كل الصح. ناخذ فاصل ونعود نكمل حديثنا. اوكي يا عم، شو رايك؟ ان شاء الله يا روح. احبتنا مشاهدين قناة الايام، وصلنا وياكم فاصل ونعود اليكم. الله انتظرنا. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع برنامج المهلهل والمبدع والحبيب علي بن واس. حبيب الأكبر، شو أخبارك؟ في دول عمر كان الله يسلم. طيب خير ونعم. الله يعزك أبو حسون. وصلتني سؤال أنه أنتم غالبا ما علي بن واس، مصطفى العقابي، حيدر حبيب، رضا العبادي، وحسين صلاح. وحسين صلاح، ها ألف تحية للجميع. ألف تحية. هذول مو بس شعراء، أصدقاء. إي طبعاً أكيد، حتى ما نسولف بشعر. جميل. يعني قعدتنا ما نسولف بشعر معايا. جميل. بس يعني من واحد يكتب يسمع واحد. طبعاً أكيد، إي بس أغلبية قعدتنا مو بعيدة عن الشعر. إي باعتباري يومياً. إي يومياً قاعدين. جميل، جميل. برأيك يعني الاحتكاك مع الشعراء، الأسئلة اللي جاي نقولهن، انا اعرف اجوبتهن طبعاً، بس احنا على مود السيد المشاهد، الاحتكاك هذا ايجابي بالنسبه للقصيده؟ طبعا اكيد ايجابي، يخليك تكتب مثلا اليوم تسمع ابو الاكبر كاتب قصيده، قصيده حلوه، اكيد راح يسوي لك دافع تكتب قصيده تقول اريد اكتب احلى منها. صح، فاكيد دافع ايجابي. صح صح صح. المهرجانات المهمه بحياة علي بن واس صراحة وين مهرجانات، بس الفترة مال فترة 2015-14 حلوة كانت المهرجانات. أكثر أهمية من هاي برأيك؟ طبعاً كانت أحلى. ها زين، شلون تتعامل ويا احنا متفقين على أنه المثمر يرمى بحجر، يرمونك بحجر أكل وماكو؟ صراحة أنا هواي يحبوني خصوصا بشعراء بحكم شوي مبتعد. جميل. اي بس يعني ما لك ناس يضجون منك؟ لا اكيد اكو، بس بصوره عامه يعني اللي يحبون اكثر. نعمه نعمه، خصوصا بالوسط. هي هاي نعمه نعمه نعمه، فضيله طبعا. طبعا الحمد لله. الناس في شيء غالي جدا طبعا، بس يعني انا اريد اوصل النقطه، شلون تتعامل ويا الحكي اللي بظهرك؟ قالوا بظهرك حكي. عندنا قصيده. اي
قلت لهم انا مطر خير وشتم سامع. اي بالله صحيح. قالوا بظهرك حكي. قلت لهم انا مطر خير وشتم سامع. وقلوا له شايل قلب قد ما قسم من الوقت يشرحون جثة اخوته وما اغمض يباوع. بس يا الخنت باوع موت اخوتي بالسرى ولا لي السوداع الوياع فتنه ورحت لا داهر ولا نشت حق موت اخوتي بالسرى. بس يا الخنت باوع موت اخوتي بالسرى ولا لي السوداعك الوياع فتنه ورحت لا داهر ولا نشت حاجة اللي يجلب سلف قالوا لي من باعك. من قلت لحبك قبل عوضنا الله قلت على التجربة الأولى شاهي صارت ولك بابك الطبقة على دي من تالي معقولة يلزين تكلولة يلزينتك تلولة بظهر تكرها غلط هذا الحكلين حكي وقدامنا تقول الله. بس بعد كل شي انتهى ودرب السلامة إلك ما قل لك تعطل. أنا من جيتك أمس طلابة بلغك ورد مو مالة تتفضل. الله هالمرة شايل حقد. أنا من جيتك أمس طلابة بلغك ورد مو مالة تتفضل هالمرة شايل حقد. حقد وانتدرى بالين ولو بصفة كلها عرف ويشاق في الوحدة ولا تنتظر نلتفت مو واصل المرحلة من القاق جثة بدرب ما وقفت عدة. الله بس يا شريك النفس من يمتى لما نجد قل له لك ايش عده خبانة ليش عده سامحتك قبل بس بعد كاف اخسر من اشوف الروح ثاني ببيتنا تكتر بحزن جيران كم كنت تلبس نقابين وانت بدفنا هنا وجاينا معطر سامحتك قبل بس بعد كاف اخسر من اشوف الروح ثاني ببيتنا تكتر بحزن جيران كم كنت تلبس نقابين وانت بدفنا هنا وجاينا معطر تقلهم فاهي من كنت بنباهة ذيب بس حقا شده وارتبك وتحير اجيت مشلح وشفتك حمام الصيد الكتلتك خاسرك والعفتك تعير. الله آخ اش قد شنت الله 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 تقلهم فاهي الله من كنت بنباهة ذيب بس حقا شده وارتبك وتحير جيت بمشلحي وشفتك حمام الصيد الكتلتك خاسرك والعفتك تعير. آخ اش قد شنت من عدك تحذر سيف مزنجر وفوق الرقاب تحوم لا من ترجع ولا عذبح تقدر شنت تطق اخونا بصفنا ونبري واحنا دوار تعم ندور على الشر شنت تطق اخونا بصفنا ونبريك شنت تطق اخونا بصفنا ونبريك واحنا دوار تعم ندور على الشر يا وعد الكاول الما ينسد بحلفان الما ينسد بحلفان هواي وجوه يطجام المكسر هواي وجوه يطجام المكسر. سلام الله فدوا الامرك يا عمر شنت تطق اخونا قبار
ايوه الله سلام يمنا ونبري. اي والله واحنا دوار تعم ندور على الشر. الله يسلمك ويكفر. الله يا ابو حسين الله دول عمرك. الله 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 باقي من الحلقة أعتقد قصيدتين كلش متألق. الله يحفظك بالفات كلش متألق. الله يسلمك متألق متألق. الله يسلمك ولك وتستاهل. الله يحفظك يشهد الله تستاهل. ممنون ويسلمك. اللي أريد أسأله الخطوة المقبلة لعلي أبو نواس شنو؟ هذا لون العتب راح نشوفه يعني يطوخ عليه لو راح ينتقل لغير مكان آخر؟ لا إن شاء الله غير مكان. غزل أكو؟ إن شاء الله. هذا الألم والوجع يمتى تتخلص منه؟ أكيد يجي يوم إن شاء الله؟ إن شاء الله. وهنا بصورة طبيعية إحنا ناس عرب، فالعرب وجههم سومري سرمدة طويل. بالله صحيح. إيه. بالله صحيح. الوجع ما ينسى لا بيوم ولا بيوم يعني. إيه إحنا خصوصاً الناس العرب هيك وجههم طويل وياهم. صح. الحمد لله. صح. من الأوجاع اللي ظال ببالك بعد هي. مثلاً استشهاد أخوي. الله يرحمه. يرحم والديك في دول أمرك. وين استشهد أخوك؟ بالأنبار. يعني وين حرب داعش؟ الله يلعن داعش إن شاء الله. الحمد لله شكرا لك. إيش سولف إنه بيا سنة 16 سولف لي هذا الخبر من 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 إجا وصل لكم الخبر مع أخوك استشهد؟ يعني فترته يومك ويوم قاعد أشتغل وهاي فرجعت تعبان فنمت وجانا واحد نعمة منه فش قل سمحت يسيح على أبوي قال لي ابن عمك متعارك وهاي بحكم ابوي رجال كبير فاهم ورجل فاهم اي فقلت انا من طلع ابوي قلت علي من اروح وياه ما يحتاج لانه ويا ناس ما ادري شنو قلت خلي ارجع انام رجعت نمت هاي اللحظه ثق بالله العظيم مره 5 دقائق وانا نايم في مسجد وقفت لحالي يعني حسيت اكو شيء صاير الله ثق بالله العظيم طلعت لقيت امي وابوي يبكون بال بالساحه مالتنا. شبيكم خير؟ اي فقلت نايم. اي قلت لهم شبيكم؟ قالوا اخوك استشهد. الله. اي بالله. اي بالله. فقلت نايم. فزقمت من الوجع ناقع. ممشى مصوب ومن الحرب راجع شفتهم وقبل لا اقلهم التربة منين جامع مادي دي يصبر بجامع الله نايم بالله نايم بزقمت من الوجع ناقع ممشل بالحرب مصوب وراجع شفتهم وقبل لا اقلهم التربة منين جامع مادي دي يصبر بجامع ابو مكسور ظهره ودمعته توازي وامه بلاي شي لوادم تباوع وخواتل ما يعرفن باب بيت منين يسمع صوتهم ظل جارنا السابع وحرمة بساعة وحدة وشيء بالناظر أو جاع طلوق ما يتأخر الباكر وقلت لها اللي يخلف ما يموت تقول كنت أتمنى لما نعرفت عاجر الله وقلت لها اللي يخلف ما يموت تقول كنت أتمنى يوم اللي عرفت عاجر
بدمع ما مقتنع وببال ما قانع. قمت ورحت اجيب المنة ما شابع. وصلت ودوريت دوار تضايع وبكية من المطار الحدرة من الشارع. الله. وقلت ليش قد واقع هذا البيت. الله. جيت ودوريت دوار تضايع وبكية من المطار الحدرة من الشارع وقلت ليش خيرك ومارك. إيش خيرك ومارك. وقلت له ردود ما يعرف ما تعرف السولف عين اللي وادع. وقلت له إيش خيرك ومارك ومارك. وقلت له ردود ما تعرف السولف عين اللي وادع. سلامتك. الله يصبر جرحك. دول عمرك والأكبر. الله يضمن جرحك. الله يحفظك والأكبر. والله يرحم كل شهداء العراق. الله يحفظك والأكبر. أمين يا رب العالمين. حفظك الله. أنا آسف رحنا لهذه المواجع. الله. بس هي هذه للأمانة جراحات فخر. طبعاً أكيد. الحمد لله. يقولون اللي يرد من الحرب ومصوب يفتخر بصوابه. طبعاً صح. صح ولا غلط؟ كله صح. وأنت أنت وأنتم تستاهلون الفخر. الله يحفظك. والنعم الله. الله يسلمك ويرحمك. الله يسلمك. حفظك الله. يا مهرجان تتمنى تقربي. يعني مو مهرجان بطال الصراحة. صدق والله؟ اي بالله. مو انا مقل. من المحطات المهمة بحياتك. هواي يعني مثلا منتدى قرأت منتدى خواطر. محطة مهمة. مهمة. منتدى مهم. يعني الصراحة علاوي كان سبب برجعت الاشهار. على الحشيمي. حبيب قلبي. الف تحية له. تقول لمن شكرا؟ لهواي ناس. مثلا شكرا. الأغلبية شعراء أصدقائي أقول لهم شكرا لأن مرة أكو أيام كان السود علي أكو وياي بيها شكرا لهم. أكو برنامجنا اسمه المهلهل فأكو كلمة يقولها كليب لأخو الزير يقول له لا تصالح سامحة المن تقول لا تصالح شوف بالأكبر أنا طبيعتي ما أزعل يعني مثلا أتحمل عادة مرة واثنين وثلاثة مو بسهولة أزعل لا لا ما زال النهاية مو بسهولة صح بس ولا أظل الكلمة بداخلك إيه بس إذا زعلت بعد لا تجيني خلاص إيه يعني إذا زعلت معناته بعد كافي يعني هذا شنو نسميه حقد الصبر امتلئ شنو نسميه مو بالأكبر اللي يغلط وياك مرة ومرتين وثلاثة معناته يتعلم يصير تعلم ايه لو مرت هاي لو مرقت هاي تظل عادة نعم ظلت عندنا خمس دقائق نختم القصيدة نختم القصيدة تقول بشرني هاي فترة مرض كتبتها ان شاء الله ما يمسك مكروه الله يحفظك الله يحفظك بشرني أموت شوكت دكتور نمروتك بشرني أموت شوكت دكتور نمروتك يومية في الصبح وتقل أم على روح اركض على الدولات انسى ويفوتك قلت لها يما شبعت قلت لي طأس الصبر بس اجمع الشم في الاسلاجار ذاتوتك يما الوقت مو إلك والموت هم مو إلك بقدع لجيبك صفتي إن شاء تابوتك الله فقرك من أهل القصر وانت بصريف عش جلادك الطيعة يما انت ديرة كحل والفقر ما ينحزر خشناء تصابيعه من الصف الاول كنت مو دار عندنا قبل خل نمشي ونبيع تدري اش طقل هن هذن
بالليل من تنوجع ويكظك المستحى وتخجل تقلهلك من تلقى أقرب شخص متغير يقلك من تمشي تشردوه وغالى عليك السعر وتقلع عندي شغل بس أفرغ أرجع لك الله من السور الله تدرش ثقل هذن بالليل من تنوجع ويكظك المستحى وتخجل تقلهلك من تلقى أقرب شخص متغير يقلك من تمشي تشردوه وغالى عليك السعر وتقلع عندي شغل بس أفرغ أرجع لك من السور روحك طبت وتشذب بصفها لك خايف يملونك من تقضي ليلك بجو وتسمع مشي لغرفتك وتغمض عيونك كلهم ضقتهن هذن وانت فصل أفد قلب عزيت لشلونك بس بعد كل شي انتهى سدت تراب القبر ستهن مواعيدك شن تكثر من الدوى محتاجك تضيدك بس بعد كل شي انتهى شن تكثر من الدوى محتاجك تضيدك بس بعد كل شي انتهى سدت تراب القبر ستهن مواعيدك كنت أكثر من الدوى محتاجك تضيدك جيتك اش تنفع بعد قلوا له نايم قلت من قاله ويريدك اي والله نايم قلت من قاله ويريدك سلام عليكم الله يحفظك الله الله يسلمك ولك منو الله الله علي ابو نؤاس احس انا راح اسالك باعتبارك انت رجل جمهور شنو رأيك بالحلقة لحد الآن؟ تخبل ايش قاعد تعطيها من 10؟ تخبل كلش فرحان بها صراحة ايش قاعد تعطيها من 10؟ يعني 9 10 10؟ الحمد لله إن شاء الله 10 إن شاء الله إن شاء الله يا رب وجودك الله يعزك دول عمرك قلت لي قبل التصوير قلت لي أنا بالسنة أقرأ 3 مهرجانات إيه طبعاً 3 إذا كلش 4 ها يعني أنت من الناس اللي 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 خطواتهم محسوبة ايه لا هذا سيستم مخلي بريك هاي صحيحة يعني انا خفت النسي يعني بين هاي المهرجانات لو وياهم لقاءات طبعا اكيد يصير لقاء بيناتهم ها يعني مو بس ثلاث مرات لا اكيد تظهر لا انا المهرجانات مثلا قريت 3 منصات فقط ها وراها مثلا ذا لقاء لا ذا برنامج السلسة مثلا اليوم طلعت عد علي المنصوري بعد اقل شيء 4 أشهر 5 يلا اقدر اطلع مكان ثاني جميل جميل حتى مجهز نفسك بقصائد جديده كل صح لو الجمهور يشتاق لك لا اكيد الناس تشتاق لك مو ذا يومي يومي ملل يعني ترى هواي امور ما اقدر اسويها مثلا هسه شايف هذا البث المباشر بالانستي انا بحياتي ما بات صدق اي امور يعني مخليني خطح ما اقدر اوصل النهايه جميل ايش قد متابعينك على الانستغرام والله ما ادري يعني تقريبا 25,000 هيك عدد برايك شويه لو هواي لا كافي مو بالارقام لا اليوم العصر العصر عصر ارقام انا اشوفه مو بالارقام يعني شوف اذا حبوا 25,000 مثال هسه هم 25 مو اكيد كلهم يحبوني بس مثال اذا حبوا 25,000 اذا حبوا يعرفون السالفه شكو كافي مو يحبونك مليون وما يعرفون شكو السالفه بس انت تطمح تكون شخصية مؤثرة طبعا اكيد بس تطمح تكون شخصية مؤثرة اكيد لازم رقم عالي وفي خطوات مو اي يعني قصدي انه انت تطمح يكون الرقم عالي طبعا اكيد اي شاعر يطمح بس أي. مو انت تقول لي انا ما عاير الاهتمام لا مو معاير الاهتمام بالوقت الحالي اليوم ها انا خطوات اليوم مصلتنا 25 هذا كافي بعد برايك هاي الحلقة ايش قد تجيب لك متابعين والله ما ادري توصل 30 لو توصل 100 يمكن 30 40 ان شاء الله يا رب يصيرون ملايين ملايين اكيد ان شاء الله يا رب دول عمر حقيقه الحلقه جميله الله يسلمك وقريت شعر جميل جدا الله يسلمك شعر ميساني عراقي فدو. الله يحفظك ولك بشجاعه وبإباء وبكرم وهواي تفاصيل دول عمر ال ختام الحلقه نسولف شويه خصوصيات علي بو نؤاس ابو نؤاس يا مواليد 95
كل العمر ان شاء الله. الله يحفظك. يمكن نشوفك وحلقه بيدك ان شاء الله بقرب وقت، يعني ورا محرم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. احنا ندعي لك بالتوفيق الله طبعا في دول والله العظيم. الله يسلمك. راح نختم، وصلنا للختام. شنو تحب؟ تحب تقرا لنا مقطوعه؟ تحب تختم بكلام؟ اللي يسوى حكيك تكبر من تعاتبه. اللي يسوى حكيك تكبر من تعاتبه، بمو وقتها تطيح ولد الخايبه. وانا لا بن خايبه ولا انت مام، طقت النداب تحيا الصايبه. مو شرط للحزن ينحط اللثام، اشمرخص الغتر على فقد الناهبه. مو شرط للحزن ينحط اللثام، اشمرخص الغتر على فقد الناهبه. بعد منا وانتهت عركة رعيت، الغيم ما يرجع يلم الذابه. الله رغم ما يتسابقن بس الميال واحد مشابق الثاني بواجبه. ترى مني لوح الهوى حتى الرمادي يلم غراضه ويمشي لحق صاحبه. يلم غراضه ويمشي لحق صاحبه. الله الله يحفظك. وصلنا للختام، شكرا لك. انا شكر منك هواي، تعبناك في دول عمرك. ان شاء الله يكون خفيف ظل عليك والمشاهدين. خفيف ظل وثقيل محتوى. الله يحفظك والاكبر ممنون. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم. نتمنى انه قدرنا نوصل لذائقتكم الجميله. شكرا لكم، وشكرا لمن لكل شخص يترك تعليق بحق هذا الانسان الرائع والشاعر الممتع. الله يحفظك والممتلئ. ممنون. ألف تحية لكم، نشوفكم الأسبوع الجاي.